طابت أوقاتكم بكل الخير مشاهدينا الكرام، لقاء يوم يتجدد وبرنامج المشهد إطلالة على أهم وأبرز القضايا على الساحة المحلية والعربية والعالمية من خلال لقاء يتجدد يوميا على شاشة النيل للأخبار. اليوم سنتابع معا التطورات في الشأن العراقي، حيث تسير العراق بشكل سريع وحلقات وخطوات متسارعة بشكل كبير جدا في مختلف الأحداث. البعض ينظر للمشهد في العراق على أنه مشهد فوضوي وربما لن يكون هناك بارقة أمل في الأفق تلوح، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة من مختلف الجوانب، سواء من جبهة التنسيق أو من التيار الصدري، والمفاجآت المتوالية اللي تمت في المشهد العراقي أو كانت في المشهد العراقي خلال الفترة الأخيرة. دعونا نقترب أكثر من هذا المشهد ونتابع أبرز التفاصيل. يسعدنا أن يكون معنا في استوديو المشهد الكاتب الصحفي أستاذ أحمد خليفة، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. اهلا بحضرتك. اسمح لنا بدايه نخرج لتقرير اعدوا لنا الزملاء بيرصد تطورات المشهد العراقي، ونعود لفتح هذا الحوار بمزيد من التفاصيل. ابقوا معنا. لم تكتمل مهلة الستين دقيقة التي منحها مقتدى الصدر لأنصاره من التيار الصدري للانسحاب من المنطقة الخضراء، حتى بدت تلك الجموع تغادر خيم الاعتصام وشوارع المنطقة الحصينة التي تضم المؤسسات الرسمية والسفارات. لا تقولوا لي خرج الموقف عن سيطرتنا، وأنه العشائر قامت تتقاتل وتريد سعر أبنائها. حبيب السنين العشائرية لا نعترف بها. محمد الصدر، إذا أنتوا أولاد محمد الصدر، محمد الصدر ما يؤمن بالسنين العشائرية. الشرع، الاقتتال، الدم العراقي حرام حرام حرام. تنديد الصدر بالعنف جاء بعد مواجهات دامية تشابكت أطرافها من القوى الأمنية وعناصر التيار الصدري ومسلحين من الحشد الشعبي، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا في 24 ساعة في مشهد يلخص ذروة فشل العملية السياسية في العراق ووصولها إلى طرق مسدودة. وعلى الفور التقط الإطار التنسيقي خيط دعوة الصدر ودعا مجلس النواب وباقي المؤسسات للعودة إلى ممارسة مهامها وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة العنف ونبذ المحاصصة في محاولة أخيرة لإنقاذ ما تبقى من العملية السياسية الحالية في العراق. ورغم اتفاق مقتدى الصدر والإطار التنسيقي الكتلة الأكبر حاليا في البرلمان بعد انسحاب التيار الصدري على أن حل الأزمة يكمن في تنظيم انتخابات جديدة، إلا أن الصدر كان يريد حل البرلمان قبل كل شيء، في حين تؤيد كتلة الإطار تشكيل حكومة أولا. فدعوة الصدر تعني حل العملية السياسية في العراق برمتها وتفكيك الأحزاب والكيانات السياسية التي تشكلت فيما بعد فترة حكم صدام حسين، وهو ما يحتاج إلى توافق شامل بشأنه لا توفره أرضية التشرذم وحالة الاستقطاب الحاد الحالية في العراق. وبانزواء مقتدى الصدر عن المشهد السياسي ولو مؤقتا، يترقب العراقيون خطوات الإطار التنسيقي والكتل السياسية الأخرى نحو خيارين لا ثالث لهما، إما تشكيل حكومة جديدة أو حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية. وما بين هدوء ساعات ما بعد انسحاب أنصار التيار الصدري ومحاولات الكتل السياسية المتسارعة للعودة لجادة الطريق، يبقى الترقب والسيناريوهات المتعددة هو العنوان الأبرز في العراق. إذن كما تابعنا المشهد في العراق يتطور بشكل سريع، أعود لفتح هذا الملف مع ضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد خليفة، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. مرة ثانية أستاذ أحمد برحب بحضرتك. نبدأ من تطورات المشهد العراقي. الصورة الأخيرة بعد دعوة مقتدى الصدر لأنصاره بالانسحاب على أمل أن ما يكونش في مزيد من العنف، وتأكيد الرجل على أنه هذا حقنا لدماء العراقيين وأنهم لا ينسقون وراء
مسلسل العنف، كيف تتوقع المشهد خاصة في ظل ما يعني وصف بأنه غياب أمني الحقيقة في الشارع العراقي؟ هو في سؤال، طب هو دعم للخروج ليه؟ يعني أولا الدول ليها سيادة، شفنا المشهد ده حتى في اقتحام الكونجرس الأمريكي في أيام نهاية فترة ترامب. الحقيقة السيد مقتدى الصدر يرتدي قميص العروبة، هو ليس سياسي، هو رجل دين شيعي. عقب دخول القوات الأمريكية العراق في 2003 تم تقسيم العراق وتكوين أحزاب بين قوسين سياسية، ولكنها لا تنتمي لعلوم السياسة في شيء، هي زي ما بيقولوا العراقيين ويمكن قريبة إلى المشهد الليبي في نفس السياق، وقريبة أيضا بنفس السياق إلى المشهد اللبناني، فكرة الطائفية والمحاصصة، وفيها في العراق عشائر وقبائل وأيضا تقسيم على أساس مناطقي، على أساس عرقي، على أساس لغوي، على أساس ديني. هتلاقي تركمان، هتلاقي شيعة، هتلاقي سنة، هتلاقي يزيديين، هتلاقي أكراد، يعني في تنوع في مكونات الشعب العراقي. خرجت الدولة العراقية من حالة الدولة الثابتة والمستقرة، في آخر نظام ليها كان نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وبدأنا نشهد في هذا الزخم السياسي المصنوع والموجه من قبل الإدارة الأمريكية لخلق حالة غريبة حتى على الشعب العراقي. وصلنا اليوم إلى خلافات بسبب الكتل السياسية أو النخب السياسية، أغلبها ترتبط بمصالح خارج الوطن العراقي، ترتبط بإيران. وشفنا من خلال الفيديوهات المتظاهرين العراقيين العاديين مش أتباع الصدر بيمزقوا صور قاسم سليماني اللي اغتالته المخابرات الأمريكية، وهو قائد إيراني كان يتحكم وما زالت إيران تتحكم في المشهد العراقي حتى اللحظة. ارتداء السيد مقتدى الصدر لقميص صدام حسين والعروبة، رغم أن أسرته تاريخيا كانت مناوئة للنظام العراقي، دعوته حق يراد بها الباطل في حقيقة الأمر، خلق الفوضى في الشارع العراقي. شفنا في التقرير إطلاق قوات الحشد الشعبي، بين قوسين قوات الحشد الشعبي هي ميليشيا شيعية بتضرب أنصار مقتدى الصدر، وصل عدد القتلى ومرشح للزيادة لأكثر من 20. الكلام ده كان، هل ده السبب اللي خلاه يدعو أنصاره للانسحاب؟ لأن إن على الشارع مش هو القوة الأكبر أمام الحوار التنسيقي؟ هو قال بالضبط بالنص، هيبقى في دم، في أنت صاحب الدعوة للخروج، يبقى أنت جزء من مسؤول عن هذا المشهد الدموي. طبعا فساد النخب العراقية وفساد فكرة الأحزاب على أساس طائفي وعلى أساس ديني ومناطقي وعرقي إلى آخره، بتثبت ان الحالة العراقية وصلت لنفس الطريق المسدود، او زي ما بيسموها انسداد الافق السياسي في العراق. نفس المشهد في لبنان، نفس المشهد في ليبيا، ولكن ليبيا ما فيهاش طائفية ولكن فيها مناطقية وعشائرية وقبائل، بيسموها بليبيا جهويات كمان، ما بين شرق وغرب وجنوب، بين مدن، حتى وصلت الصراع إلى من مدينة إلى مدينة، ميليشيا في مدينة تصارع ميليشيا في مدينة أخرى. الحقيقة كل هذه المكونات، نرجع تاني للمشهد العراقي، بتؤكد بالدليل القاطع أن حتى علوم السياسة البديهية في المشهد العراقي غايبة. نجد أن الكل يتخلى تصريحات الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء، مصطفى القديم يهدد بالاستقالة بالضبط. يعني معناها هي حالة من الهروب من المسؤولية، لأن خروج الناس إلى الشوارع بهذا الكم، ضيفي عليها دايما أنا بربط شهر أغسطس بشهر المشاكل، ارتفاع درجات الحرارة، معناها في بغداد بلد النفط مفيش كهرباء، مفيش كهرباء، مفيش بنزين، مفيش مية، مفيش وظائف، في بلد غنية لكن مسروقة وأموالها منهوبة من قبل هذه النخب. حتى زمايلنا الإعلاميين العراقيين اللي بيعملوا زيارات للقاهرة بيأكدوا على
كم الفساد اللي موجود في العراق حاليا. النخب السياسية نفسها بتعترف بتقول احنا فاسدين، يعني في العراق نفسها في كتير جدا لما بيتكلموا بيقولوا الامور بتدار بشكل فاسد. فطبعا المشهد العبثي ده كله لا يؤدي الا الى خروج الناس الى الشوارع، اعتقد انها مرشحه للزياده. مين الناس هنا؟ يعني بنتحدث عن مدعومين بتيارات سياسيه معينه؟ لا مش الموجهين، ام المواطنين العراقيين؟ المواطن العراقي العادي من خلال حتى الفيديوهات اللي احنا بنشوفها، مطالبه معروفه، اماكن تظاهرهم معروفه، عندهم وعي سياسي، وللاسف وعي الشارع اعلى من وعي النخب. لكن الجماهير بيتحدث باسم المصلحة العامة مش المصلحة الشخصية. بالضبط. لكن المجاميع أو وهي أصح كلمة ليها مجاميع أو الحشود كما يقال عليها التابعة لتيار السيد مقتدى الصدر، هي تأتمر بإمرة قيادة دينية أو زي ما بيقولوا عليها روحية وليست سياسية، رغم أنها تاخد الشكل السياسي، لكن في مفاهيم علم السياسة رجل الدين مكانه معروف ورجل السياسة مكانه معروف. خلط السياسة بالدين أو خلط المسألة في جعلها، احنا هنا بنتكلم على خلاف شيعي شيعي كمان يعني. بالظبط، انا كنت عايزه اكلم حضرتك في النقطه دي. احنا بنتكلم عن انا حتى التيارات الشيعيه نفسها منقسمه على نفسها، وده بدا ده خلاف المصالح ذلك واضح خلال الفتره الاخيره، يعني حتى في رفض مقتدى الصدر الانصياع للحوار الى جانب فريق علاوي وغيرهم من الاسماء العراقيه البارزه والتيارات السياسيه المختلفه اللي بتنضوي تحت المظله الشيعيه. هلا انهم الاكثر دعما من ايران، فمقتدى الصدر مش عايز ان هو يدخل في عباءتهم، ام ان مجرد صراع المصالح بين الجانبين هو اللي بيحاول يثبت نفسه، رغم ان مقتدى الصدر اعلن اعتزاله العمل السياسي، وهو لا هي طبعا وفكره سياسية اعتزاله دي محتاجه توضيح يعني. هو سبق قبل كده دخل في مناوئه مع الولايات المتحده عشان اكتساب شعبيه، انه هو بدات حرب مدن ضد الولايات المتحده ايام ما كان في قوات امريكيه في العراق. هو دايما يبحث، يعني انا بشوفه نموذج مصغر في اشياء مشتركه مع حزب الله في لبنان مثلا على سبيل المثال، قياده روحيه دينيه تامر فيستجيب الانصار. طبعا ده مش وضع دول باي حال من الاحوال، في النهايه هي اسمها ميليشيا. للأسف الحياة السياسية العراقية برضو دايما بربطها بالمشهد اللبناني، كل حزب سياسي له ظهير ميليشياوي، له اليد العسكرية اللي بتدافع عنه، اليد العسكرية له كانتون، له أنصار، له مناطق نفوذ. يعني تقسيم زي ما يعني كانوا بيقولوا أو بيبشرونا من عشرات السنوات، تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، فعلا ده حصل في الواقع العربي في للأسف. الدول اللي احنا بنحطها بين قوسين وبنسميها دول فاشلة، وللأسف عشان الدول دي تعود مرة أخرى لحياة طبيعية، حياة مدنية، صعب جدا نتيجة تكتل هذه الميليشيات، وأصبحت أمراء كتائب لها نفوذ أقوى ويتسلط على نفوذ الدولة الرسمية. يعني إيه أخد ميليشيا وسميها قوة إسناد للجيش؟ طب ما أنا عندي الجيش نفسه، يعني لماذا؟ دي مشكلة تراكمية بقى من أيام ما بدأ يبقى فيه فعلا فكرة اللي يعني هي الجماعات المسلحة، وهي حالة من حالات شرعنة وجود هذه الميليشيات، كانوا بيطالبوا برواتب من جانب يعني الحكومة. بالضبط، يعني حزب الله على سبيل المثال في لبنان ابتدى مقاوم وما زال يصدر لنا هذه الصورة حتى مقاومة اللحظة، ولكن في النهاية هو أصبح عبء على الحياة السياسية اللبنانية. يعني فكرة وجود مؤسسات أمنية وعسكرية خارج سياق الدولة الطبيعية، هو بالفعل ده في المشهد العراقي بنشوف الحشد الشعبي وغيره من التنظيمات العسكرية المسلحة، ويمكن من سنين قريبة كنا بنشوف حالات الصراع ما بين هذه الميليشيات وقتل سنة وقتل شيعة وتفجيرات كانت بعضها الضحايا فيها بالمئات يعني. للأسف يعني شيء مؤسف جدا ما وصلت إليه الحالة السياسية والأمنية في العراق. الدعوات لحل البرلمان وضرورة يعني إجراء انتخابات مبكرة، هل تعتقد أن هذا هو صوت العقل وهذا هو صوت القانون، ويجب أن يتم يعني النظر لحل سياسي بعيدا عن الحلول الأمنية اللي ممكن ما تجيبش نتيجة إيجابية، بالعكس تكون نتيجة قمعية أكتر؟
أعتقد أن حل المؤسسات الرسمية للدولة وتهديد رئيس الدولة السيد برهم صالح ورئيس الوزراء السيد الكاظمي بالاستقالة هو حالة سوف يخلق حالة من حالة الفراغ السياسي، يستطيع أيا من كان بمنتهى البساطة أن يقوم بالهجوم على القصر الجمهوري. وشفنا حتى الأخبار المواطنين العراقيين، يمكن بتفكرني بحالة سريلانكا لما هجم الناس على القصر الجمهوري واستخدموا حمام السباحة الرئاسي وحتى غرف اجتماعات في المقر الرئاسي. يعني أعتقد أن دي هتكون دعوة أكبر للفوضى، ويستطيع من يستطيع أن يملأ هذا الفراغ بشكل غير شرعي. قد نشهد انقلابا عسكريا في العراق، وهي بلد شهيرة تاريخيا بكثرة الانقلابات العسكرية. قد نشهد تدخلا أمريكيا أو تدخلا إيرانيا لصالح أحد الأطراف، نشهد حالة انقلابية على المشهد اللي موجود دلوقتي. وأيضا ما تنسيش برضو وجود لبعض أجهزة المخابرات الأجنبية في دولة في الإقليم بدون ذكر اسمها، ليها مقرات استخباراتية في العراق عقب تفكك وانهيار الدولة. أعتقد في عدد من اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، أعتقد برضو بالتدخل التركي في شمال العراق. يعني الحقيقة الدولة العراقية حاليا في حالة استباحة كاملة، فأعتقد انهيار المؤسسات الرسمية لن يكون في صالح أي استقرار. لازم يتم مكاشفة الشعب بالواقع. كنت أتمنى من القيادة السياسية العراقية في الظروف الراهنة، لكن معرفش هو ظروف رئيس الوزراء ورئيس الدولة ايه، انه يكاشف الناس بالحقيقة ما دار في الغرف المغلقة. خاصة ان كان القاظمي في بداية توليه الحقيقة يعني رئاسة الحكومة العراقية كان عروبي، وكان عنده هذه النزعة بالمكاشفة، ويؤكد كان عنده فكرة كويسة جدا محبة الفساد وعودة العراق للقضية العربية وإعادة الدولة العراقية للمسائل. لكن الحقيقة لا تجري الأشياء بما تشتهي السفن دائما. أعتقد ان مطلوب من القيادة السياسية العراقية حاليا هو حالة من حالات الصفاء الكامل والمكشفة للشعب العراقي بما دار في الغرف المغلقة، وكشف ما كان وما زال أيضا يخفى على الشارع العراقي من خبايا هذه الاتصالات السياسية. لأن الحقيقة المعلن شيء، والمواطن العراقي العادي الغير مسيس اللي ليه مطالب معروفة جدا للكفة، هي ان هو يعيش حياه كريمه، يعيش حياه افضل، يستمتع بموارد دوله العراق. التوظيف، والحقيقه مشاهد بائسه جدا بنشوفها في بغداد خلال المظاهرات وحكي الناس العاديين والمواطنين العاديين بمطالبهم، اللي هي النخب الحقيقه او القيادات السياسيه اللي كثير منها فاسد، بعيدة كل البعد عن ما تأثرتش هذا الوعي اللي موجود في الشارع. الحقيقة وعي، وشعب العراق على فكرة شعب مثقف جدا وشعب واعي جدا، ولا يندمج بسهولة في مسألة تخريب أو غيره. لكن شفنا الظاهرة الملفتة اللي عدسات نشرات الأخبار والقنوات الإخبارية بتلقطها دايما، هي الحشد الموجه أو الأنصار الموجهين في سيناريو معد مسبقا، سيناريوهات التخريبيه. انا بتكلم على هنا على مقتدى الصدر والتيار التابع لي. يمكن ده بعد فور اعلان مقتدى الصدر او دعوه انصاره للانسحاب، تم الاعلان عن رفع حظر التجول. هذه القرارات الامنيه اللي بتتخذها الحكومه العراقيه الى اي مدى يمكن ان تضبط الى حد ما المشهد، خاصه وان في مخاوف من سيطره التيارات الارهابيه، طبعا داعش. احنا بنتكلم في ان احنا لسه قياده العمليات العسكريه في العراق بتقضي على فلول داعش وبتتتبعها، وكان ليها نجاح الحقيقه في اكثر من منطقه. في مخاوف من عودتها مره ثانيه في ظل هذا الفراغ الامني. عودة داعش ليس قرارا عراقيا، عودة داعش قرارا من دول كبرى يهمها في توقيتات معينة إظهار. لكن داعش تم حرقها، داعش ورث تنظيم القاعدة اللي بدأ في العراق، أعتقد هيبقى تنظيمات بمسميات جديدة. بمعنى بتفاجئنا الناس اللي بتحكم العالم كل فترة بتنظيمات بمسميات جديدة. لكن إذا كنا بنتكلم عن الحالة الأمنية في العراق، أعتقد أنها هتبقى مقبلة على فترة صعبة في الفترة القادمة. حتى التقارير اللي خارجة من العراق بتتكلم عن
حتى بعد فرض الحظر الأمني أو حظر التجوال الناس اخترقت هذا الحظر وخرجت الشوارع. يعني الوضع فعلا بيدل دلالة شديدة للمتتبع للشأن العراقي على انفلات الحالة الأمنية واللي هي مرشحة لزيادة في الانفلات الأمني، الخوف من عصابات الجريمة المنظمة وهي موجودة هناك، الخوف من التدخلات الخارجية من أجهزة مخابرات لدول كتير يهمها. ده كنت هسأل حضرتك في النقطة دي تحديدا، عدم الاستقرار الأمني في العراق حاليا مطلوب في الفترة دي. كنت هسأل حضرتك في النقطة تحديدا، هل تعتقد ما يحدث في العراق هو ليس بالشأن العراقي الداخلي ولكنه حرب خفية بين الأطراف مختلفة، صراعات لمصالح دول خاصة، وإن احنا عارفين إن الأزمات اللي يعني نكون أكثر صراحة، يعني الأزمات اللي مرت بيها دول المنطقة العربية في الفترة الأخيرة منذ ما يسمى بالربيع العربي وحتى ما نجده الآن كلها بتدخلات خارجية، وأكثر من دولة وأكثر من طرف الحقيقة بيعبثون بالداخل العربي. هل هذا المشهد في العراق يمكن أن ينطبق عليه نفس الأمر؟ بكل تأكيد احنا بنشوف الصراع الروسي الأوكراني هو صراع أمريكي أوروبي في أوكرانيا، في أوكرانيا مقابل الصين وروسيا بجنود أوكرانيا، يعني حتى هو مرتزق. هم قالوا احنا مش هنحارب بجنود، يعني هي حرب بالوكالة زي ما قال الرئيس بوتين حتى نهاية آخر جندي أوكراني. نشهد في ليبيا صراعا بالوكالة، قوات فاغنر في الشرق الليبي وهي قوات روسية وموجودة حاليا بعد طرد القوات الفرنسية من مالي موجودة هناك، أيضا مستشارين عسكريين أتراك في طرابلس العاصمة الليبية، مرتزقة سوريين هي أيضا حرب بالوكالة، اليمن وصراع الحوثيين مع المملكة العربية السعودية والإمارات، وشفنا في بدايات الصيف الحالي استهدافات خطيرة جدا لمصافي النفط ومنشآت اقتصادية في المملكة العربية السعودية والإمارات. لبنان حرب بالوكالة، ميليشيات أيضا كثيرة سنية وميليشيات شيعية ودروز وموارنة كلها أيضا لها ارتباطات إزكاء للطائفية خارج الدولة الوطنية. هو الحقيقة الحرب في الشرق الأوسط، سؤال حضرتك الحقيقة محترم جدا، هي كلها حرب بالوكالة، بمعنى أنها يعني تأتي الأوامر لفصيل معين بالتحرك أو التوقف. وحتى في الحالة اللبنانية منذ السبعينات فصيل يتبع دولة العراق، فصيل يتبع دولة إيران ويشتبكوا في بيروت صراعا إيرانيا عراقيا أيام الحرب العراقية الإيرانية في شوارع بيروت. شفنا صراعا عربيا إسرائيليا على الأراضي اللبنانية. شفنا أيضا يعني تجاذبات ما بين فصائل لبنانية والدولة الفرنسية على مدى إدارتها المختلف. الحرب الموجهة للدول العربية الحقيقة حرب على الهوية الوطنية بالمقام الأول. هو فكرة تفتيت الدولة الوطنية، فكرة تقزيم الدول، فكرة تقسيم الدول على أساس طائفي ومناطقي، والمخطط مازال موجود مهما تغيرت الإدارات صحيح. التي تتحكم في هذا الكوكب في توجيه الصراعات. شكل الاستعمار بيختلف لكنه باقي يعني، لكن واخد صور بأيدي الداخل يعني. هو يعني دايما كنا بنقول يعني رصاصة واحدة لعدو الخارج اللي هو العدو الواضح، الواضح صحيح، وتسع رصاصات لعدو الداخل، لأنه هو بتبقى ممكن يكون جاري، ممكن يكون في مدينة أخرى، لكن أنا لا أعلم تفكيره أو هويته. المشهد العراقي يعني بيشهد حالة التباس شديدة جدا، حالة اضطراب أمني، حالة تشويش على الحالة السياسية. مطلوب بقوة من القيادة السياسية العراقية بوطنيتها المسؤولة إيضاح ده للشعب في رسالة متلفزة بكشف كل ما هو محيط بهذه الالتباسات الحقيقة لكل المخاوف، يعني أو أقصى مخاوفنا أنها تؤدي إلى انفلات. وحتى خرجت من إطار بغداد، بدأنا نشوف الكلام ده في الجنوب العراقي تحديدا في مدينة البصرة، وزي ما بالتقارير بتقول ويمكن انتوا حتى هنا زعتوا في قناة النيل الأخبار بأن القوات مش قادرة تسيطر على هذه الحشود، لأن أسوأ أحلام الأجهزة الأمنية خروج هذه الحشود بهذه الكثافة في توقيت قليل، فبتبقى صعب السيطرة. وشفنا النتيجة، لأن الحشد الشعبي ميليشيا وليس جيش وطني،
شفنا قتلى وجرحى، تقدر عدد الجرحى بالمئات ويقدر القتلى بعشرين قتيل، مرشح للزيادة في الأيام القادمة. أستاذ أحمد خليفة، باعتبار حضرتك مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، بالتأكيد من خلال الإحصاءات والأرقام اللي بتوصلك بشكل متواصل عن نتيجة الصراع في العراق تحديدا، يعني الحقيقة أن بعد ما كان اسم المنطقة الخضراء تلاشى منه الحديث عن التجمعات بالضبط، خلاص ما بقيناش نتكلم عن يعني فكرة السفارة الأمريكية بتأمن نفسها فقط يعني. لأن ظهر في وسط المتظاهرين ناس معها أرب جهات ومضادات للطيران، بس هم مع والدرون، لكن هي الطيارة مأمنة مقر السفارة ومحيطها. للأسف خروجها المهم من أفغانستان بهذه الطريقة، أعتقد أن ممكن في تطورات الأحداث، لأن في عداء شخصي ما بين يمكن الميزة الوحيدة بينه وبين الولايات المتحدة، فأعتقد أنها هتبقى برضو يعني مساس بسيادة الدولة العراقية إذا حدث، وفي دي مخاوف أمريكية بالفعل، إذا حدث اعتداء على مقر السفارة الأمريكية في بغداد أو استهداف دبلوماسيين أو موظفين داخل السفارة، هتبقى المشكلة أعتقد أنها هتبقى مشكلة كبيرة. هل يمكن أن يجلس الفرقاء العراقيين، نتحدث هنا عن النخب السياسية الكبيرة، الشخصيات اللي كان ليها مطالب سواء من خلال الحوار التنسيقي أو اللجنة التنسيقية بما تضم من تيارات مختلفة إلى جانب مقتدى الصدر إلى جانب التيار السني، هل يمكن نتوقع في الأفق أن يبقى فيه طاولة تجمع هؤلاء الفرقاء من أجل الاتفاق على خريطة الطريق حتى لتجاوز الفترة ويكون في مجموعة من المطالب الجميع اتفق عليها؟ ما أنا عايز أقول لحضرتك في مشكلة مبدئية، أن الطيارات دي مش طيارات سياسية، هي تسمى سياسية لكن في الحقيقة هي تم تشكيلها عقب الغزو الأمريكي، لكن للأسف هي اللي موجودة ومتصدرة المشهد. هي موجودة ومتصدرة المشهد، هي محتاجة لحظة وعي من قادة الأحزاب العراقية أو لحظة فهم للحظة أن مستقبل الوطن بكامله في يد هذه النخبة في الوقت النقطة الراهن. أن هذه النخبة رغم أنها ليست تيارات سياسية إلا أنها للأسف يبدو أنها ستقرر مصير العراق، لذلك نفس المشكلة هتلاقيها في ليبيا. لسه كنت في مداخلة مع أحد القنوات صباح اليوم، نخب سياسية مش فاهمة يعني ايه وطن. نفس المشكلة هتلاقيها في المشهد اللبناني، نفس المشكلة هتلاقيها في هل الشارع العراقي يمكن ان يضغط عليهم ولا للأسف حتى رأي المواطن العراقي؟ ما هم عارفين رأي المواطن بالظبط ايه يعني. لا، حالة الضغط، نتحدث هنا عن حالة الضغط. اعتقد ان يعني زي ما شفنا لو رجعنا بالزمن لورا زي وقت القازيمي لما جاء هي الحكومة، كانت في 2020 ضغطوا لحد ما سموا الحكومة بالظبط. هي ممكن يكون لها تأثير، لكن الفكرة النخب دي لازم يكون عندها درجة من المسؤولية تجاه البلد نفسها، ما تبقاش المصالح الضيقة. يعني شفنا في اشتباكات طرابلس في ليبيا ميليشيات بتطحن في مدينة طرابلس وحرق لمنازل مواطنين وممتلكات المواطنين. الناس دي لو عندها وعي سياسي بأهمية الوطن، لكن هي للأسف النخب السياسية العراقية بتبص المصالح القريبة، مصالح اقتصادية، مصالح أو ارتباطات بالخارج، بعضها مؤتمر من الخارج أو مأمور من الخارج بأنه يكون موقفه كذا حتى يؤدي المشهد إلى الصورة اللي احنا وصلنا لها. الخوف اللي أنا أو القلق اللي أنا شايفه ممكن يحصل في الشارع العراقي مش ضغط المتظاهرين، هو هيجيب نتيجة على فكرة، لكن فكرة خروج أو انفلات المشهد، لأن المتظاهرين اللي ليهم مطالب مش هم لوحدهم اللي في الشارع. صحيح. يعني الشارع فيه هيبقى في مخاوف ان هي تبقى حرب شوارع يعني للاسف. وطبعا يعني ممكن بقى خروج المجرمين في اللحظه دي اللي هو الجريمه المنظمه تخرج الى الشارع ايضا وتضرب في بعض الطيارات وتتهم هذه الطيارات طيارات اخرى، يعني اللي عايز يشتغل في شفنا ده الحقيقه حتى في تجارب كتير. طيب قبل ما اختم يعني حديثي مع حضرتك وليكن هو اخر سؤال متوقع والمأمول من الدول العربيه من اجل دعم ومسانده العراق، ما الدور المنوطة به الدول العربية، أم أن الحل يجب أن يكون في البداية داخليا من العراق ثم دعم من الدول العربية؟ هو ممكن يأتي في شكل نصيحة، يعني بعض الدول بتقدم في التعاون ما بين الدول معلومات أمنية، يمكن دولة عربية تمتلك معلومات أمنية لا تبخل بها على الجانب العراقي، نصيحة، مشاورات، وده على فكرة بيحصل على مدى التاريخ العربي الحديث، شفناه في سنوات طويلة جدا
من تأييد لبعض الأنظمة لبعض الأنظمة الأخرى. صحيح. يمكن دولة من الخارج بتكون عندها الصورة أوضح، دول لا تطلب من العراق يعني التدخل في شؤونها أو ثمن سياسي بشكل سياسي، بتصدر بيانات من جامعة الدول العربية لكن تأثيرها بيبقى في إطار يعني زي بروتوكولي أكتر، بروتوكولي زي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. ولكن أعتقد أن الدعم العربي يجب أن يوجه في نصائح للعراق، والدعم الأهم هو استماع القيادة السياسية العراقية بإنصات شديد للشارع العراقي الغير موجه، الشارع العراقي الذي لديه مطالب حقيقية. وأعتقد أن القيادة العراقية وخصوصا السيد رئيس الوزراء كان لديه طموح كبير في عودة العراق إلى الحاضنة الطبيعية ليها وهي الدول العربية، وشفنا ده في لقاءات القادة العراقيين بالقادة العرب في مختلف اللقاءات السياسية والاقتصادية وحتى القمم الكبرى التي تتم على أرض أكثر من عاصمة عربية. نأمل أن يكون هناك هذه اللحظة من الوعي من إخواتنا العراقيين بأن هم يخرجوا بالعراق من هذا المقصد. وأعتقد أن شهر أغسطس انتهى فهتعود الأمور للهدوء مرة أخرى. الحر خلص شوية والرطوبة. ده حقيقة على فكرة. وسكان بغداد عارفين لأن بتبقى فعلا درجات الحرارة عندهم بتبقى عالية جدا. صحيح. نتمنى الخير طبعا للعراق ولأهله، يا رب السلام لكل دول العالم والدول العربية كمان تحديدا. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر السيد أحمد خليفة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا يا فندم على هذه المعلومات اللي شاركت بها معنا. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة لحلقة اليوم من المشهد. غدا بإذن الله فريق عمل جديد وقراءة جديدة لأبرز المشاهد السياسية على الساحة العربية والمحلية والعالمية. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.